كل ما الجرح ينس خطوتنا الأرض بتهز والنجم انطلع كل ما الليل بعد مولاح يقلب بإيدينا سلاح جولتنا للشام جناح ونخوتنا رحالة نحن نحن رجال لا ما بدي شي بس والله طولت كتير قصة هالجرة وين بدها تكون يعني؟ أنا عندي أمل إنه رح تلاقيها ابن عمي لك أنا خجلان من الزعيم لأنه عم تعبه معنا كتير بهالقصة أنا السبب مش شو بدي أعمل بحالي خلاص يا زهري خلاص اللي صار بس أنا لازم هلأ أروح شوف الزعيم بركي بقدر بساعده بشي ما لازم نخليه يتعب لحاله بهالشغلة لقيتها شو هي اللي لقيتها؟ أنا لازم أتنازل عن عقيدتي قدام الزعيم
لأنه ما حلو هالشي اللي صار بحقي، ولازم يأمنوا عقيد تاني للحارة. وكل الله ابن عمي، يعني والله أنا اللي لازم أتحمل هالقصة، وكل شي بتقلي عليه أنت والزعيم رح أعمله، بس والله أنت ما دخلك. أنت مرة وأنا جوزك، وأنا لازم أوقف معك. بس أنت إذا عملت هيك القصة بتنكشف، والزعيم أكيد ما رح يرضى. مظبوط عم تحكي يا زهري، بس أنا لازم أعمل اللي علي، والزعيم هو اللي بيحكم. والله يا عمو رح يطير أعلي من راسي، ما قلت لي إنه وافقت علي؟ صحيح يا أمي وافقت. لك ليش هيك صار؟ قلت لي بنت عالم وناسية وبتفهم. صحيح. لك شلون بتعمل معي هيك؟ كيف يعني بتوافق علي وبتوافق على محمود بنفس الوقت؟ ايه كذاب محمود، هو دخل حاله، هي شو دخلها؟ ايوه قصدك يعني محمود لما عرف انه انا بدي اياها صار بده اياها. بالضبط. يا ويل ويلك يا محمود، والله لا اشرب من دمه يا مو. لا يا مو لا، بالعنترية ما بيصير شي تقبرني، احسن ما يحكوا عليك بالحارة ويقولوا مشان حرمة قتل ابن حارته. يا كان شلون بدي ربيه لهالحكير؟ بتربيه لما انت تتجوز سعدية وهو بيطلع براني. ما فهمت عليك يا مو. رح فهمك، بس انت عندك مشكلة بمخك، افهم علي شوي. مشكلة بمخي؟ هلأ خلينا نحل مشكلة سعدية بالأول، بعدين منحل مشكلة مخي. ما هي وقت مشكلة مخك تنحل، تنحل مشكلة سعدية. اسمح لي اقول لك انه انت اجدب. ما قلتيها وخلاص. وكمان انت ما بتفهم، كمان اسمح لي بهي. قلتيها ومش الحال. لك يا محمود، ما قلت لك استعجل وروح اطلبها قبل منه، ليش ما رحت؟ لك انا يا خالتي ام رمزي، وقت حكيتي لي رحت فورا المسألة عنده، قمت شفته بخلقتي هني. باينته قصدا عم يجاكرك، راح وطلبها مشان يورجيك رجوليته. باطل، والله لكسر راسه. لا يا حبيبي يا محمود، انت قبضاي. بعدين بيقولوا عليه راح محمود ضرب واحد ابن حارته مشان مره من برات حارته. لك شو اعمل؟ شو تعمل؟ بتكسر له راسه لما بتتجوز سعدية قبل منه. ما فهمت. فوت اعطيني صحن فول لفهمك شو تعمل. هلا بلا صحن الفول، بعدين الفول بيطلمس على المخ وما عاد تعرفي تحكي. يا عيونك شو بخيل، الفول بيطلمس على كل مخاخ العالم إلا مخ ام رمزي بيضل مفتح مزبوط. وحياتك يلا فوتوا. لا عبد الكالب مرت عمي واجا عمي عاد عادو. مين؟ أنا أبو صخر أختي أم حاتم. أهلين أخي أبو صخر، أبو حاتم مو هو. طيب ماشي، عندكم شي غراض كراكيش بدكم تبيعوها؟ هلأ على علمي ما في، بس إذا ما بدك ترجع لهون مر على أبو حاتم على دكان الجرار وهو بيعرف أكتر. طيب ماشي، كتر خيري. وخيرك أخي. لهون وصلنا بالقصة. فهمت عليك زعيم، معناها لازم نلاقي طريقة نوصل فيها للجرة اللي ببيت أبو طلعة. بري عليك. شو رأيك نشتري العفش كلياته؟ وضح لي أكتر. نحن ما رح ندفع مصاري كتير، والمقصد إني أنا رح أتنكر مشان أشتري منه الأغراض، ورح أحاول جره لبرا مشان يبيعني شو في عنده جرار قديمة، وإذا لقيت طلبي باخد القديم وبحط له الجديد. قربت للي بدي إياه. أنت أمرني زعيم وأنا جاهز للتنفيذ. نحن مشان ما تتنكر وتغير شكلك ومخاف يعرفوك، اللي لشوف مين في عنا بالحارة بيشتري أغراض قديمة. يمكن على ما أذكر أبو صخر بيبيع وبيشتري أغراض قديمة. وانت جبتها. اسمع شو رح لك يا أبو شلهوب، وفهم على المزبوط شو بدك تساوي. لك يخرب بيتها هالعجوز، شو بتضل حاطة هالزلمة ونازلة زن 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 بإذنه.
لك بدي افهم شو بتكون عم تحكي له؟ لك وهو شو بيكون عم يحكي له؟ والله كأنه في شي طبخة أنا مالي مستنضفتها بالمرة. لازم تعرفي لك يا فتحية. بس شو لازم أعمل؟ شو لازم أعمل؟ إيوة لقيتها لقيتها. يعني يامو على حسب وصفك تطلع سعدية قطعة مرتبة مرتبة، وأنا بحب الترتيب كتير يامو. لساني المرتبة يا ابن عمي. أنا فايتي رتب غرفة الضيوف، يعني لربما إجاك حدا هيك مشان يشق عليك. ايه فوتي بنت عمي رتبيها. ايه يلا على عيني. ايه يلا. هالشي بده إذن كمان يامو؟ غيري الحديث هلا غيري. ايه إنساني المرتبة يامو تفرق كتير عن الإنساني اللي مو مرتب. سمعت أبرني، هي فتحية ما في مثلها، اوعى تتجوز عليها لأنه بنت حلال زيادة عن اللزوم. اي والله يا عمو فتحية بنت حلال وبحبها من قلبي، والله يا عمو بحطها على راسي من فوق. ليش؟ لأنه بتحبني وبتحب حماتها ومرتبة. شفتي شو قالت لي قبل شوي؟ خليني فوت رتب. بوسك. لك وين ما عدنا شفناكي؟ والله ملتهية شوي. بصيت الجرة مو؟ جرة شو؟ ايه فوتي فوتي لأحكي لك. حبيب قلبي محروب حدوم. قال يا ابو حاتم الورد. لك وينك؟ وين ما عدنا شفناك؟ وينك تشوفني؟ بالحاره هو وين بشوفك؟ انا ما عندي غير الطبر والبيت والحاره، انت ما عاد شفناك. ايه وانا كمان طول النهار بالشغل وبعدين دغري على البيت. شلون بدنا نشوف بعضنا معناته؟ تمرق لعندي على المحل تسلم علي. شيخ لك ابو حدوم. شو هيك؟ لك ليشك وشك؟ شو اللي مخربطه هيك؟ سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان الحي الذي لا يموت. انتقل برحمته تعالى الحاج تحسين منار، وانتقل برحمته تعالى الشاب زيتون بن شمان، وانتقل برحمته تعالى. ليش ما عم ترد علي؟ شو بو الشاب؟ لك سمعنا ابو حاتم، بلكي اسمي بيناتهم. وهي يا ستي قصة الجرة. بس هيك؟ ايه بس هيك. هلا بس انه قديمة وورتانة عن ابوه. ليش انتي سمعانة غير شي يعني؟ لا هلا انا سمعت نفس القصة، بس قلت بركي عندك حكي تاني. ليش مين بقى عم يحكي بهي القصة؟ الحارة والدنيا كلها مطبولة فيها. مطبولة فيها؟ وانتي كمان يا حبيبة قلبي لا طلعة ولا فوتة، وما عم تعرفي شو عم بيصير بالحارة. بس ما تاكلي هم، إذا بدكن جوزي بيساعدكن. يو وبشو بده يساعدنا بقى؟ يقبر قلبي أبو مستو أزكى واحد بالحارة، يعني بيساعدكن إنه يدور لكن على الجرة. مو أحسن ما تضلي هيك محبوسة؟ محبوسة؟ مشان شو بدي يكون محبوسة يعني؟ يعني مثل ما بتعرفي وعندك علم انه انا ما بيخفى عني شيء، هذا اولا. وثانيا انا سمعت انه انتي السبب بضياع الجره، لهيك العقيد مانعك من الطلعه من البيت. معناها محبوسه حبيبتي. يعني انا قبل هالقصه فوتاتي وطلعاتي مقتله بعضها؟ ما طول عمري انا لا بطلع ولا فوت. المهم هلا حبيبتي الله يفرج علينا وعليكي. يو ليش انتي كمان مضيعه جره؟ احترامي سيدي. شو في عندك؟ سيدي في مشاجرة بين أبو حدو وأبو صطيف. روح جيبه. روح. حاضر سيدي. فوت فوت قدامي. روح أنت، ما دخلك فيني أنا، ما فوتني غير نانو. شو يا أبو صطيف؟ صاير عم تعملنا مشاكل بالحارة؟ وأنت يا أبو حدو؟ شو قصتك؟ من كل عمرك خرطي.
وما زلت سيدي، أنا بصراحة مو تبع مشاكل سيدي، بس أنا كنت ماشي بالحارة ولابس لحشة وجاكي. أنا بحكي له. عم بحكي له أنا. أنا بدي أحكي له. أنا بدي أحكي له. وين وحدة تانية؟ لك خلاص. وين راح هذا؟ راح البير سيدي. ليكني سيدي ليكني. وين وحدة تانية سجلها سيدي؟ أنا اللي بطلب مين يحكي بالأول. هات لا شوف يا أبو حدو احكي أنت. سيدي أنا وماشي بالحارة ولابس لحشة وجاكيت. اجا المنظوم بده يشلحني اياه، قلت له ما بتاخذه الا تشوف نجوم الظهر. على سيره نجوم الظهر اجى قال لي ليش كم نجمه في بالسماء؟ قلت له انا عديتهم 2,473,000. قلت له انا اكثر. لا انا عديتهم 2,473,000. ايه قام صلخني طياره وشلحني الجاكيت واللحش اعطاه لابنه. لك طول بالك انت، طول بالك. اول باشتان ابو سطيف، انت متاكد انه عدد النجوم اكثر من هيك؟ طبعا سيدي طبعا مستاكد. وانت متاكد يا ابو حدو انه عدد النجوم 2,400,000؟ 2,473,000 نجمه. ولك انت شو عرفك انه هيك عددها؟ سيدي اعطيك دليل ملموس، اطلع اليوم وعدهم. اهلين ابو زاهر. لك اصاير عم تطول لتجي لعندي. لك ابو زاهر حيصلنا الفرن والتشعيلة والمكب أخدين وقتي كله. كلياتنا عنا أشغال وأعمال، مو بس أنت. يوم إلك ويوم لربك أبو زاهر. ويوم لربي بعد اسمه جيت لعندك زهزه حالي وزوزه حالي. اللي لي بو حيصلنا صار لي زمان ما جيت لعندك، شو في أخبار بالحارة؟ لك ما في غير قصة الجرة. هي قصة قديمة قصة الجرة، تركنا منها. في شي غيره اللي أبو عبدو محمود الفوال قلقوا مع بعضه مشان بنت بالحارة الثانية. لعنة شو لاد. لك المصيبة كانوا رح يكسروا لي المحل لولا ما الله ستار ودرك أبو نوزات وجو أخدوهم. وغيره ديبو خلصت الجريدة اليوم يا بي. شو أنت جاي تحلق ولا تقرأ أخبار اليوم؟ لا بس أنا حكاتك الحب ولا ديبو سنة نغشين نغشين. يا سيدي اسمع، من يومين قاعد أبو حدو عندي هون عم ينطر دوره، قام حذر سطيف ابن ابو سطيف حزورة غريبة. شو هي ديبو شو هي؟ قال له كاسة مي وقعت على الارض راحت 100 شقفة بس ما نزل منها ولا دمعة مي. شلون؟ شلون كاسة مي وقعت على الارض وصارت 100 شقفة وما نزل منها دمعة مي؟ انا بحده لانه كان فيها عصير لمناضة يا بي. لك هيك ها خلينا نجتمع على طول. الله وكيلك ما عم نفضى. لك الواحد ما عم بيخلى الشغل لحتى تغيب الشمس. بتسدوا زي قلت لكم يمكن كل سنه لحتى يصح لي اطلع مره برات البيت. اي والله ما حدا اكل غير هالمره، منضل عم نفعي نفعي ويا ريت عم يبين مع هالزلم. لا والزلمه اذا لمح له او سمع له عن شي وحده بيطقها جوازي على مرته. تف من تمك كش برا وبعيد الله لا يقدر. يا ستي انت وياها في شغله كثير حلوه سمعتها من ابو زغلول. شو هي؟ قال هذا في واحد فرنساوي لمن ماتت مرته كسر العوينات تبعه. وليش بقى؟ قال مشان ما يشوف مرة من بعد مرته. يا لطيف شو حلوة القصة. وعنا نفس الشي، المرة بتموت من هون الرجال بيسبخ شعراته من هون. أبو حدا شو شهير جاي مصارف وفايت لأهم ولا دستور. شاء الله تركيني بحالي. بعدين وين جاكتك اللي طلت فيه واللحشة اللي كانت على بتاك؟ هلا كل هدول بدي جاوب عليهم. خلاص اختار واحد منهم نجاوب عليه. ابنك حده وينه؟ بعد ما طلعت انت طلع هو. لوين راح؟ يمكن مع ابن ابا عبده او هذا الثاني الصيف. هذا الصيف بالذات تمنعي عنهم، جماعة صلبطجية ونصابين. لك أنا ماشي بالجاكيت وباللحشة، قال لي حلوة، قلت له مقدمة، أخذها أعطاها لابنه وهرب فيها، ولما طلبته فيها ثواني خسرت الشرط. خلصني بقى، أنت طول عمرك خطي، هلا بتعي تعمل لي زلمة. درجي إجا، هاي واحد، اثنين، هاي ثلاثة، وهي أربعة. دشيش! هاي اضحك هاي واحد، وهي اثنين، هلا رح تبكي بالأخير. وهي أربعة. شو وين الزلم بالحارة؟ ماني شايف غير ولاد ولاد.
يلا اولاد اولاد اساسا خذ اسراره من صغارهم. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم دكتور يا سعدو. دكتور والله هات كاسه شاي لسعدو. السلام يبان عم يحدو. الحمد لله تمام. انت شلونك؟ شو شايفك ما عم تلعب طاوله؟ ما علمك يا ابوك مع انه هو شاطر فيها. والله ما هضمت هاي اللعبه، انا بحب الدحال. دحال ايوه. وانت يا ستي شوفت عينك غالبه. غالبني؟ ايه بلا غالبني ما شاء الله. لسه انه خلص الداء هي دو وهيك. ايه شباب شو الاخبار؟ اخبار شو؟ اخبار السلامه. هلا الجره الجره التقيت جره شو هي؟ انت مبين مانك بالدنيا ابدا. انت يعطيك العافيه يعني هد. لك اخي قصه الجره قصه فاضيه وما في داعي نحكي فيها. يا سيدي ولد وبتضلك ولد. قصه الجره هي القصه اللي لازم كل الحاره تحكي فيها. لك صحيح شباب، شو قصه هي الجره؟ انا مره اجى لعندي العقيد على البيت واخذ جره وابي استغرب بهذا الموضوع. كمل كمل شو؟ هلا خلينا نكمل لعبة كل ما الله لقدرته. شو بدنا بشغلة الجرة؟ نحن شو دخلنا بقصة الجرة كلياتها؟ لا والله انا شو دخلني بالقصة يعني هيك مفتوح حديث. بدك تقول لك صحيح انت ليش كان طالع صوتك انت وابوك امبارح بالليل؟ اخي امبارح ضربت اختي قام زعل ابي كتير وطلع صوته بالبيت وقال لي كل ما بتضرب اختك محروم من العشاء. لك الله يصلحك انت كمان يا صيف، اضربها بعد العشاء. فكرة ما تبلى هالشخصية وما تخ ابن عمي. شكرا حبيبتي. حبيبي رح تعمل لي اللي اتفقنا عليه؟ ليكني طالع نفذ اللي قلتي لي عليه بالحرف لانه اللي حكيتيه صحيح 100%. ان شاء الله يا رب بتشكو القاسي. بدك شي؟ سلامة قلبك حبيبي. شو حابب اطبخ لك اليوم؟ جزمز بس يعني لا جزمزيها كتير. امن عيوني مهونة تقبر قلبي. السلام عليكم فهد. اهلين طه. هتعطينا كم رغيف خبز سخنين من عندك بمعيتك. شو فرصت؟ شو فرصت؟ راجع على الدكان يا زلمه. ايوه قال لي انك فرصت على بكير ورايح لعند مرتك. شو هي مرتي لك فهد؟ الله يسمع منك يا رب. لك ايه صحيح انت مالك متزوج؟ الله كريم فهد الله كريم، بس والله بيني وبينك ماني مصدق انت ابي زوجني. لهالدرجه بتحب الحريم لك طه؟ ليش في حدا ما بيحب الحريم؟ ما في احلى منه. العمى هداك اليوم اختي كانوا مجتمعين عند رفقاتها وبالغلط ها بالغلط يا دوب فتحت الباب وسكرت وشفت لك هديك الشوفه. ايه شو ايه شو هالدلال هاي؟ شو هالدلال؟ عيون كبار وشعر ملفوف ولابسه كنزه حمراء وحاطه خلخال برجلها. يا لطيف. ايوه طه هلا كل هالتفاصيل هاي شفتها انت وانت فتحت وسكرت بسرعه ما تكون متناوي عليهم. شو كنت شفت لك؟ هات هات اعطيني الخبزات. خذ من عندك من هون. الله لا يوفقك. شو قلت؟ عم اقول الله يوفقكم. شو وينه مارك؟ ماني شايفه معك اليوم. اعطيه اجازه اسبوع. اسبوع؟ يا عمال نحن كلياتنا ما بيعطينا ابو نوزت يوم واحد ازازه. يا سيدي كل واحد حر بحميره. حميره؟ اهلين فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عم عم تطول له طريق. تفضل تفضل اخي تفضل. يا وا يا رب يا شريف. عليم الله نورت. الله يخلينا اياك يا حدو. تسلم. اهلين سالين تفضل. لك بتعرف ابو فهد من زمان عم بقول بس بشوفك بدي اسالك هالسؤال اللي مجنني. لك ابنك فهد الله يخلي لك اياه منين جايب هالصحه هي كلها؟ انا مربيه على الدلال يعني على طول بطعميه لحمة بطعميه لحمة لحتى صار قوي مثل التور. غريبة مع اني انا باكل سمك كتير بس لحد هلا ما تعلمت الغطس. لك يا ميت اهلا وسهلا. كيفك يا ام زغلول؟
شو ليش ما عاد اجيتي لعندي؟ لك يا ام درويش، بتعرفي انه ابو زغلول ما بيحبني اطلع وفوت كثير. اي حقه، يعني عنده وحده حلوه مثلك، اي ما راح يخليها. امبارح عملت شويه كعك، استفقتك انت واولادك بكم كعكه. يا الهي خلي لي اياك يا رب، ويخلي لك اولادك الهي. ولو تقبريني، الناس لبعضها، بعدين نحن وانت واحد، والله وصى بسابع جار. لك احلى جيران والله. دخليك بدي اسالك، شو قصه العقيد من كم يوم مرق لعنكم وسال عليكم وما لقاكم؟ والله ما بعرف، بس انا اللي فهمته من ابو درويش انه في شي ضايع من عند العقيد وعم يسال عليه. شي ضايع مثل شو؟ والله علمي علمك، وانا مالي فهمانه شي، وانت بتعرفي انه ما بيحبني اساله كثير لابو درويش. ابو صخر شلونك؟ اهلين سعدي ابشر. هو انت منيح؟ الحمد لله بنعمه. بدي اياك بكلمتين. قلي انت لساتك عم تبيع وتشتري اغراض قديمه؟ قلي غير الشغله ليه؟ معناتها عاوزك بموضوع. شرف. يا عراسي. مثل ما قلت لك، هذا الشيء اللي حكيته ما في غيره. يعني تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. اي شو اعمل لك اذا هي حكيت نفس الشيء اللي سمعناه؟ اي بس انا بعرف القصه غير هيك. على كل حال ما بيكون اسمي فوزيه اذا ما بعرف كل شيء. ما صفي قدامي غير ورقه فريال. شو قلتي؟ لا حبيبتي ما قلت شيء. شو ها؟ ان شاء الله ما بيبلى ولا بتخ. شو هالاسواره الدابه الجديده؟ هاي جاب لي اياها جوزي ابو مستو. شلون؟ ما قلت لك جوزي بيوش كتبت له اياها مع اغراض الخضره قام راح جاب لي اياها. وكتبنا البطاوب ليل تتراقص شياطينا بعد شفت الضياء ينزع من الثياب المثل سيين. تحايلت المكان اللي قبل بيت اشتمرينا وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. انا اللي قبل سافر شلت قلبي من شرايينه وضعته بإيدك مثل الأمانة واحفظيها زين. ترى حفظ الأمانة دين ومجبورة ترديها ما ردت مكفي بيلفي وتستوفي وتوفي ليه. وأول ما رديت من السفر ما شفت لك بينا وأنا اللي كنت أحس من أول ما أدوس أرض الديار تجيين. وتكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه لكن يا حساف ما شفت الجبين. والله الحاله وبتعرفيها يا ام زغلول، وانا صابره وراضيه على اللي قسم لي يا الله. ان شاء الله بتفرج. بس ايمتى؟ انت اتكلي على الله وما في شيء بيضل على ما هو. لا اله الا الله، بس يعني حرام اني احلم وكون مثلي مثل كل هالعالم. عندي بيت كبير وحلو وشريح. الحلم مو حرام، لازم نحلم. طيب انتي ليش ما بتعملي حجاب؟ بلكي بتنقلب الامور معكن. حجاب؟ وين بدي اعمله هاد الحجاب؟ انا بقلك وين. هاتي لشوف. وين؟ بعرف وحده بصاره بتعمل حجابات، خبرتني عنها بنت حمايه. ايدي بزنارك، خديني لعندها. تعمل هيك بيمشي الحال؟ معلوم، هيك قال ابن عضون. انا بشكرك، خلاص رح نعمل مثل ما قلتي. فهمتي بدرية؟ ايه فهمت، بس يعني هذا مو كذب؟ دستور من غضبكم، دستور دستور من غضبكم، دستور. كسر دمر حطم هدم والعب على اعصابي. قومي قومي نمشي رح تروحينا. وين المعلوم؟ احسن ما يزعل ابن عضوم. قديش بتأمرينا؟ 10 مكيك. قديش؟ اي والله كتير. ولك يخرسي بقى. وينو مع المغرب مستور؟ لا ما جاء. انتو عالي يا دي. في ناس تاخذ كل حاجة مع انها مش محتاجة، ناس ترضى بأي حاجة مع انها محتاجة.
معقولة يكونوا عم يحكوا عني بالخير؟ لك ليكون حسوا علي وقلبوا سيرة. أكيد هيك. لك العمى أنا شو إني جذبة؟ لا وصدقت إنه عم تقول له لا تتجوز عليها. معقولة هالحية تكون عم تحكي هيك؟ إيه؟ ما في مشكلة. خبوا قد ما فيكن خبوا. جاي الأيام. ويا خبر هلأ بمتليك بكرة ببلاش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الليل وتصبح على خير انت وكل اهلك. اوهو علينا ساعتين عم ضبطوا بهالصحنين. يلا تعوا ساعدوني. يلا بجي اخوكم. لك اختي شبكي بكرة انت حتتجوزي وتروحي على بيت جوزك ونحن راح نشتغل بالبيت. ايوه يعني على اساس ببيت جوزي خلص ما عاد في شغل راح بقعد انا راح بتسطح عنيك. غير شكل لما الوحدة بتخدم حبيب قلبها. حبيبتي اختي دخلك شو صار بعرسان الهنا؟ ها؟ ايه شو بعرفني شو صار؟ واحد سفق والتاني طار. اختي ما زال هن بيحبوك ليش ما تستغلي الفرصة؟ ومين قال لك اني ما رح استفيد؟ رح استفيد انا. يعني عم تفكري باللي عم فكر فيه؟ هلا بدكم تساعدوني ولا لا؟ انا مستعدة ساعدك بس بشرط تخبريني بشو عم تفكري؟ ايه يلا مو مشكلة بعد العشاء بنحكي. طب ليه مو قبل العشاء؟ ايه خلص ماشي قبل العشاء بنحكي. طيب يلا احكي عم اسمعك. ايه خلص بين العشاء بنحكي. يعني بصراحة اخي ابو فهد انا حسيت بهيك شيء بس ما عرفت شو بدي ساوي. هلا اتركنا من الحكي ابو طلعت واسمع مني هالكلمتي. نحن ما لازم نسمع لا من القريب ولا من الغريب. نحن لازم نعرف شو عم بيصير بالحارة. لذلك بس ابعت لك خبر بتروح معي لعند الزعيم منشان نعرف شو صاير. بعدين شو البلبلة هي يا أخي؟ معقول قصة جرة تشغل بال رجال الحارة ونحن ما نعرف شو أساس القصة؟ ما بصير يا أبطلعة. معك حق. يعني أنا بدي أفهم شغلة واحدة إنه نحن رجال بهالحارة ولا نسوين؟ لك أنت سيد رجال لك أبطلعة سيد رجال وأنا صرت لافف على كذا بيت والكل وافق معي. حلو تمام. دخلك بدي أسألك انحلت مشكلتك مع مرتك؟ والله يا ابو طلعت يعني الحقيقه صار في مشكله تانية ومشان تنحل المشكله التانية لازم تنحل المشكله الاولانيه. شو المشكله التانية؟ لك مشكله الجره. لك ابو طلعت شبك مشكله الجره. ايه معك حق معك حق. قال لي بدك ياني اشتري عفش بيت ابو طلعت الجديد بما فيه من الجرار القديمة اللي عنده. ايه بس هدول باعوني اياهم من دون ما دق بابه. يعني ابو صخر اشترى كل عفش ابو زغلول القديم؟ بالضبط. بتعرف اول ما شفتك فكرتك مرام. سيدي ابو مستو. يا سيدي شبو ابو مستو. ابو مستو سيدي يبدو اكل قتله. يا سيدي عن جد انت واحد نصاب. نيو دخيلكم ليش في زلمه بالحاره بفش القهر؟ لك اشتهيت شي نهار يكون معك متليك واحد بهالجيبه. ان شاء الله كل سحبه صحه وهنا يا رب. ابو مستو تعال عود جنبي وتغزل فيي. مو وقتها هلا بدي فوت اجلي الجليان. انا ابو حده شو ما سالنا بجاوب وانا بيعرف كل شي. بدنا نساله بس بدون ما يشتري بانه عم تدور على الجرة. شو ها بيحرمني منه؟ شو هالجيل ها؟ لك شو هالوقاحة؟ انا بمقام ابوه بده يدخن قدامي. بتستاهل لانك واحد حرامي.